ثم الآن سوف نتطرق إلى مكون الحكمة. كتذكير، الدرس السابق في مكون الحكمة هو أثبت على الحق، قصة الغلام المؤمن. تلخص قصة الغلام المؤمن صراع الحق مع الباطل وما يمكن أن يتعرض له الإنسان من ظلم في حياته. إذن يجب علي أن أنصر المظلوم وأنصح الظالم بالرجوع عن ظلمه. الآن سوف ننتقل إلى درسنا الجديد الذي هو أعفو عما ظلمني. لنأخذ الكتاب المدرسي صفحة 67. هيا أطفالي، الجميع يأخذ كتاب صفحة 67 لنقرأ الوضعية. رمت ليلى بكتابها على وجه زميلاتها شامة، فتدخل تلميذ قائلا: شامة، لما لم تردي بالمثل وأنت أقوى منها؟ هنا الوضعية تقول أن ليلى رمت بكتابها على وجه زميلاتها شامة، فتدخل تلميذ قائلا: شامة، لما لم تردي بالمثل وأنت أقوى منها؟ إذن لاحظوا معي في هذه الوضعية أن ليلى هي تلميذة، وأن الحدث كان داخل القسم، ويدل على ذلك الكتاب التي قامت ليلى برميه في وجه زميلاتها. إذن في نظركم، هل تصرف ليلى تصرف لائق وسلوك جيد؟ سوف أخذ بعض آرائكم.